صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس في كل مكان. حلقة جديدة من صباح أون تايم. النهاردة هنناقش ونحلل أهم وأبرز الموضوعات الرياضية المختلفة. هكون مع حضراتكم ونتكلم في موضوعات بالتأكيد كتير. هكون معاكم فرح علي ولمدة ساعة ونص في صباح أون تايم. يعني بنقول فاضل مباراة واحدة بس ويتم إسدال الستارة على مسابقة وبطولة الدوري المصري الممتاز، والمباراة هتجمع ما بين النادي الأهلي مع النادي المصري بكرة على استاد الجيش ببرج العرب. بعدها المفترض أنه يعني الفرق هتاخد فترة راحة، هنقول عليها فترة راحة إجبارية، بعدين هندخل في استكمال منافسات كاس مصر اللي لسه ما انتهتش. هيكون في مباراة للنادي الأهلي مع الداخلية في الدور ثمن النهائي، بعدها الفائز هيلاعب المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي، ثم أمبي في الدور نصف النهائي، ثم مواجهة المتأهل من مواجهة الزمالك مع بيراميدز على كاس البطولة. ده الترتيب والمتوقع بإذن الله لبطولة كاس مصر. أكيد هقول عليه كان موسم صعب وموسم مرهق وموسم شاق وخارج كل التوقعات. مباريات كانت تقيلة على كل الفرق، مباريات كانت متلاحمة، مباريات كانت غير متوقعة نتيجتها، مباريات كانت حتى الدقائق الأخيرة أنت مش عارف مين اللي هيهبط ومين اللي مكمل، مين اللي هيشارك في الكونفدرالية ومين اللي هيشارك في دوري أبطال إفريقيا. كانت حالة من الشد والجذب على مدار البطولة كلها وعلى مدار الموسم. كان موسم قوي جدا وممتع في نفس التوقيت، ولكن بنقول أنه دايما التنسيق الموسم اللي جاي ده مهم، علشان عندنا تحديات أكتر مع الأندية المصرية. شفنا خلاص بطولة كاس الرابطة أصبحت إزاي مهمة بالنسبة للأندية، شفنا فرحتها إزاي أصبحت تفرق مع الأندية كلها، شفنا كمان فكرة أنك تتوج ببطولة هامة حاليا وهي تاني نسخة للبطولة أصبح خلاص لا تقل أهمية عن بطولة دوري أبطال إفريقيا، عن بطولة الكونفدرالية، عن بطولة كاس مصر، عن البطولة العربية طبعا اللي بيشارك فيها بعض الأندية زي نادي الزمالك. بتكلم على فكرة البطولات كلها، مفيش بطولة بتقل أهمية عن البطولة التانية. فده بيخلي على مدار الموسم كله في حالة شد وجذب وشد عصبي وعلى طول في ضغط مباريات، كل ده لازم يكون مترتب له من بداية الموسم. هنقولها دلوقتي في البطولات القارية، عندنا معلومات كتيرة جدا 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 بتقول ان احنا عندنا تحديات اكبر للمنتخب الاول في تصفيات المونديال. عندنا مباراتين في العام الحالي هتكون في شهر نوفمبر، قبلهم في مواجهة اخيرة مع اثيوبيا في تصفيات الكان في شهر سبتمبر، بعدها ندخل على معترك كاس الامم الافريقية في يناير 2024 في كوت ديفوار. اذا يعني حاجات كتيرة قوي، مباريات كتيرة قوي، ولكن قلت في بداية كلامي مفيش مباراة هتقل أهمية عن المباراة التانية. هيكون في فترات توقفات كتيرة في الدوري المصري، ولكن أتمنى أن رابطة الأندية ولجنة المسابقات تكون دقيقة جدا في تحديد مواعيد وجدول المباريات. ليه؟ علشان ما يحصلش زي المواسم اللي فاتت. أتمنى زيادة أعداد الجمهور. أكيد جمهور شيء وعنصر مهم وأساسي، بل هو العنصر الأهم في يعني عالم كرة القدم وفي السحرة المستديرة وفي روح كرة القدم والمباريات، لأنه
فكرة ان انا اشوف انه وجود الجمهور ده حاجة بتفرحنا وحاجة بتسعدنا، فهو أمر إيجابي جدا. شفنا الموسم الحالي الحضور الجماهيري للأندية الجماهيرية شعوره ومردوده عامل إزاي على الأندية، ولكن بنقول إن إحنا عايزين ده يستمر والأعداد تتزايد، وعايزين نشوف المباريات مباراة عن التانية وموسم عن التاني، بنشوف الأعداد بتكتر، وده بالتأكيد بيأثر وبيدي طعم مختلف للساحرة المستثيرة. طيب بما ان احنا عشنا مع حضراتكم مباراه من اهم مباريات مسابقه الدوري المصري ممتاز، رغم يعني نقدر نقول انه البطل او بطل الدوري تم الاعلان عنه ما قبلها، ولكن بتظل المباريات اللي بتجمع ما بين بيراميدز، نادي الزمالك، النادي الاهلي، الثلاثي زي ما بنقول، وانضم ليهم فيوتشر كمان في الفترات الاخيره. المباراه دي بقت قويه قوي وليها طعم مختلف خصوصا عند جمهورها لانها انديه جماهيريه، وأصبح بيراميدز منافس قوي جدا وند قوي جدا بزخم النجوم اللي عنده بشكل كبير قوي، ومبارياته بقت لا تقل أهمية عن مباريات قطبي الكرة المصرية. الحقيقة احنا شفنا مع حضراتكم طبعا مباراة القوية اللي انتهت بنتيجة 3-2 لفريق بيراميدز ضد النادي الأهلي. المباراة ما انتهتش عند هذا الحد، ولكن شفنا فيها أصداء ومواقف ووقائع وتصرفات وشد وجذب ما بين اللعيبه، ولسه مكملين معاكم يمكن اصداء الواقعه اللي حدثت في المباراه، وهي تعدي حسين الشحات لاعب النادي الاهلي على محمد الشيبي وهو لاعب فريق بيراميدز بعد المباراه، واصدر حسين الشحات بيان رسمي وده الجديد من اللاعب، عايزاكم تسمعوا معانا ونشوف التعليق من حسين الشحات بناء على طبعا العقوبة اللي تم توقيعها عليه، واللاعب قرر ان هو ينزل بيان رسمي هنقول عليه بيان اعتذار عن وقعة مباراة الاهلي امام بيراميدز. قال حسين الشحات خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بداية اود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها، وإنها لم تكن إلا ردة فعل خاطئة لغضبي حين تم سب أهل بيتي في لحظة تمالك منها الشيطان مني، وإنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير. وأضاف: لن أبحث عن مبررات، ولكنني أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبا عنيفا أبدا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعا بشرف، ولأن الاعتذار من شيم الرجال فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي وللجهاز الفني ولزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة. وأكمل حديثه حسين الشحات وقال: أعتذر على ما بدر مني، فهي ليست من سلوكياتي، وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري، وإنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي، وإنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر مني أي شيء آخر. وأيضا قال: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ده تصريح حسين الشحات عقب ما حدث من تعدي منه على شيبي في مباراة بيراميدز. اللاعب كان حريص ان هو ينزل بيان اعتذار، ليه كل الاحترام والتقدير، وخلوني اقول لكم ان رابطة الاندية المصرية قررت احالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب فريق الاهلي الى لجنة التظلمات للبت فيها. بيراميدز
كان تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة النادي الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة اللي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين اللي بدر منه عقب المباراة، وهيغرموه 20,000 جنيه، وده طبعا قبل تحويل شكوى بيراميدز للجنة التظلمات. ده فيما يخص قصة حسين الشحات. اللاعب نزل بيان اعتذر فيه، بنقول في الأول وفي الآخر إنه اللاعب ما بيحطش مبررات لنفسه، ولكن اللاعب كان واجب عليه إنه هو يعتذر ويقول أنا ما بحطش مبررات وأنا فقدت أعصابي، وأقدم اعتذاري للاعب وللأشقاء المغارب وأيضا لمجلس الإدارة ولزمايلي في النادي الأهلي. كل التفاصيل دي يحترم عليها طبعا أي لاعب يقدم الاعتذار، ولكن بنتمنى ان احنا ما نشوفش مثل هذه السلوكيات مرة اخرى في عالم كرة القدم، وخصوصا في كرة القدم المصرية اللي احنا ولا اعتدنا عليها ولا نحب نشوفها تتكرر مرة تانية. عاوز اقول لكم انه في تقارير تونسية كشفت مفاجأة كبيرة جدا. كشف موقع فوت 24 التونسي، خد بقى المفاجأة اللي جاية دي معايا، لن تتخيل. كنت لسه بتكلم معاكم على علي معلول بعد التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وقعدت أقول لكم قد إيه علي معلول ما بقاش يتقال عليه المحترف، لأ محترف ده كلمة خلاص، علي معلول دي اتشالت منه تماما، ده راجل بقى متربي في النادي الأهلي، تقول عليه ناشئ النادي الأهلي، هو بقى محترف في إن هو يأثر قلوب الجمهور الأهلاوي فقط، ده بقى علي معلول. علي معلول بقى قرر الرحيل عن النادي الأهلي المصري رسميا، ده هيكون خلال الميركاتو الصيفي الحالي اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيه، بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة. دي تقارير صحفية، تقارير صحفية تونسية بيقولوا ان هو قرر انه يرحل عن النادي الاهلي، والله اعلم لسه اللاعب ما اعلنش حاجه رسميه. ده وفقا لايه؟ وفقا للعروض اللي ابتدت تنهال على علي معلول، ابتدى يجوله عروض رسميه من انديه سعوديه وقطريه، ولكن بيبقى الدوري السعودي الوجهه الاقرب ليه في الميركاتو الصيفي. دي اخر الامور الخاصه بعلي معلول داخل النادي الأهلي. زي ما بنتكلم عن الراحلين هنتكلم عن الأسماء اللي اقترب الأهلي أيضا من ضمها، وكشف موقع البطولة المغربي عن توقيع رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي للنادي الأهلي على عقود هنقول عليها مبدئية، لأنه هو ينتقل للنادي الأهلي المصري لمدة 4 مواسم مقبلة. أكد موقع البطولة المغربي أنه النادي الأهلي حسم يوم الاثنين صفقة اللاعب المغربي رضا سليم ده امبارح، وأنه هيكون ثالث لاعب مغربي هيحمل قميص النادي الأهلي بعد وليد أزارو وبعد بدر بنون. دي آخر الأمور الخاصة بالصفقات اللي ابتدت تنهال على قطبي الكرة المصرية، ومنهم النادي الأهلي اللي خلاص أصبح بيخلص بعقود، ابتدى انه يكون في كلام رسمي، وابتدى انه يمضي اللعيبه والصفقات اللي عايز يتعاقد معها. ده اخر لاعب مغربي هو رضا سليم اللي النادي الاهلي اصبح على يعني بعد خطوات من الاعلان عن الصفقه رسميا. بما اننا اتكلمت عن الفرق المصريه اللي هتشارك في البطوله الافريقيه والبطولات الافريقيه بشكل عام، عاوزه برضو اتكلم على امور تانية كتير الموسم اللي جاي. عارفين طبعا انه النادي الاهلي خلاص بيحضر بشكل كبير جدا للمشاركات القادمة ليه، وبيراميدز هيشارك في دوري ابطال افريقيا، ونادي الزمالك وفيوتشر هيشارك في البطولة او بطولة الكونفدرالية الافريقية. هنوه انها النهاردة الثلاث هتستضيف العاصمة المصرية القاهرة تدشين النسخة الجديدة من البطولة الأهم في القارة السمراء على صعيد الأندية.
هتكون مذاعة على شاشة On Time Sports. هتقام قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2023-2024 الساعة 2 بإذن الله. وعارفين طبعا أنه النادي الأهلي هو الفائز بلقب الأميرة السمراء الموسم الماضي للمرة 11 في تاريخه، وده بعد تغلبه على الوداد في النهائي اللي عاد من جديد بنظام الذهاب والإياب عكس النسختين اللي قبلهم اللي اتلعبوا من مباراة وحيدة في المغرب. طيب هيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم 66 فريق من 45 اتحاد محلي من جميع أرجاء القارة السمراء. هتقام القرعة للدورين التمهيديين الأول والتاني. تم إعفاء 6 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول بحسب تصنيفهم ونتائجهم في النسخ الأخيرة من البطولات الإفريقية. طبعا هتبدأ المشاركة في المسابقة من الدور التمهيدي الثاني، أبرزها النادي الأهلي والوداد وسان داونز والترجي التونسي، وهيتم تحديد البقية قبل انطلاق القرعة. عارفين ان الرباعي في النسخ الاخيره متواجدين بشكل شبه دائم في المربع الذهبي. الاهلي لعب نهائي 4 مرات في نسخه 2020، ده كان امام نادي الزمالك وفاز باللقب. نسخه 2021 امام كايزر تشيفز وفاز باللقب. نسخه 2022 امام الوداد وخسر اللقب. وبعد كده اخيرا نسخه 2023 امام الوداد ايضا مره ثانيه ولكن فاز بالبطوله. في المقابل الوداد لعب نهائي 2022 وفاز باللقب، ولعب نهائي 2023 وخسر اللقب. وسان داونز لعب ربع نهائي 2020 وخرج امام النادي الاهلي، وربع نهائي 2021 وخرج امام النادي الاهلي بالتخصص، وربع نهائي 2022 وخرج امام بيترو الانجولي، ثم نصف نهائي 2023 النسخة اللي كان مرشح فيها للفوز بالبطولة لكن خرج أمام الوداد. ونفس الأمر الترجي التونسي اللي لعب نصف نهائي النسخة الأخيرة وخرج أمام النادي الأهلي. الحقيقة إن كلها أندية مرشحة للمنافسة وبقوة على اللقب. الأهلي، سان داونز، الترجي، الوداد، وأكيد معهم بيراميدز من مصر هيكون مرشح جدا للوصول للأدوار النهائية، مع أندية زي أندية النجم الساحلي من تونس، بطل النسخة الأخيرة من الدوري التونسي، شباب بلوزداد بطل النسخة الأخيرة من الدوري الجزائري اللي شفناه الحقيقة في المسابقة اللي فاتت قدم مستويات رائعة وجيدة وصعد على حساب نادي الزمالك، بالتأكيد بطولة كانت قوية جدا. وطبعا موجود أندية مازيمبي من الأندية القوية جدا، فيتا كلوب من الكونغو، الجيش الملكي بطل الدوري المغربي، كوناكري كان من الأندية القوية جدا بطل غينيا، أنيمبا بطل الدوري النيجيري، كلهم كانوا منافسين أقوياء. وخلونا نتابع خلال البطولة القادمة لأنها هتكون بطولة قوية جدا، وطبعا بنقول كل التوفيق لممثلي الكرة المصرية الثنائي الأهلي وبيراميدز في أول مشاركة إفريقية لي. طيب بطولة الكونفدرالية الإفريقية هتكون عاملة إزاي؟ في المقابل بطولة الكونفدرالية الإفريقية هيكون موجود في مصر أندية الزمالك وفيوتشر. أتوقع إعفاء الزمالك من اللعب في الدور التمهيدي، وعارفين إن آخر بطل للمسابقة كان نادي اتحاد العاصمة النسخة الأخيرة بعد ما تغلب على يانج أفريكانز التنزاني. نادي فيوتشر المسابقة اللي فاتت خرج من دوري المجموعات اللي ضم معاه أندية بيراميدز والجيش الملكي لكن سجل حضور كان مميز بصراحة. نادي الزمالك آخر 4 نسخ شارك في دوري أبطال إفريقيا، لعب نهائي 2020 أمام النادي الأهلي، عمل نسخة مميزة جدا لكن خرج من دوري المجموعات في 2021 و2022 و2023. وآخر مشاركة ليه في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حقق لقبها الغالي جدا في 2019 على حساب نهضة بركان المغربي. أبرز المنافسين لأندية الزمالك وفيوتشر أعتقد هيكون نادي الإفريقي من تونس مولودية الجزائر، وافتكر انها بطوله متاح جدا لنادي الزمالك انه يحقق لقبها. ونادي فيوتشر ايضا هيكون بينافس بقوه خصوصا ان هي تاني مشاركه ليه، واتمنى اكيد نشوف نهائي سوبر افريقي مصري ما بين فريقين مصريين في نهائي الموسم. وبنقول كل التوفيق يا رب للرباعي المصري اللي بيشاركوا في البطولات الافريقيه عموما، النادي الاهلي، بيراميدز، الزمالك وفيوتشر. هروح معاكم دلوقتي لفقرة تصريح وتعليق.
نبتدي مع حضراتكم اول تصريحاتنا من كابتن حازم امام واللي كشف عضو مجلس اداره اتحاد الكره عن تلقي فيتوريا بالمدير الفني لمنتخب مصر عرض لتدريب احد الانديه السعوديه. قال حازم امام فيتوريا لديه شرط جزائي وهو لم يفعله لانه رجل محترم للغايه. لم يفعله واثق فيه واعرفه جيدا. عندما تعاقدنا مع فيتوريا في البرتغال اكدنا على اهميه عدم تفعيل الشرط الجزائي الا بعد بطوله امم افريقيا. واكمل حازم امام قال فيتوريا كان لديها عقد من السعوديه ايضا منذ شهرين وهو لم يفكر في ذلك الامر مطلقا ولا اعتقد انه هيفعل الشرط الجزائي ولو حب انه ينتقل لانديه يعني في الدوري السعودي او لانديه سعوديه هيكلم معانا. وبيقول فيتوريا كاسم كبير جدا مطلوب للتدريب في السعوديه ومرغوب في ان هو يكون متواجد لكن هو ملتزم معانا بمده عقده وهذا امر جيد. حقيقه انه كلام محترم جدا من الكابتن حازم امام تجاه روي فيتوريا. الراجل ما قصرش مع منتخبنا المصري حتى هذه اللحظه، مستمر معانا، منتظرين منه لسه اكتر، الجمهور لسه متعشم اكتر واكتر، خلاص محتاجين نبني معاه جيل قادم لمنتخبنا المصري، جيل يقدر ينافس على البطولات الإفريقية بشكل ثابت، مش نمشي على سطر ونسيب سطر زي ما بنقول. والحقيقة إنه فيتوريا ماشي بشكل جيد وإن شاء الله يستمر في نتائجه الجيدة مع منتخبنا المصري خلال الأيام القادمة. أروح مع حضراتكم لصالح جمعة. صالح جمعة لاعب النادي الإسماعيلي الحالي كان ليه تصريحات قال فيها إنه تلقى دعم كبير جدا 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 قبل ما يرحل عن النادي الأهلي. مسؤولي الاهلي ما تدخلوش في مستقبله وما تكلموش معاه في اللعب لنادي الزمالك، فقط قالوا له احنا بنحبك وبيتك مفتوح في اي وقت. صالح جمعه بيقول انا بالتاكيد حلمي ان انا ارجع للنادي الاهلي. في فوارق كبيره جدا ما بين النادي الاهلي وباقي انديه الدوري. الزمالك فوضني في فترات كتيره جدا لما كنت في النادي الاهلي. وبعد رحيلي وعبد الله جمعه كان بيطلب مني كتير ان انا انضم لنادي الزمالك، ولكن كان امر صعب جدا ان انا انتقل من النادي الاهلي لنادي الزمالك. وبيقول انتظروا صالح جديد الموسم المقبل. الحقيقه ان انا يعني مش هتكلم عن اي حاجه خالص ومش هيكون لي اي تعليق تماما على موضوع الاهلي ولا على نادي الزمالك. الحقيقه انه صالح جمعه لعب مميز ومتألق وجيد ويمتلك من المهارات والإمكانيات وتغيير شكل الملعب بطريقة يعني الحقيقة يعني مش محتاجين نتكلم عليها أبدا، مش محتاجين نتكلم عليها أبدا. ومشاركاته مع النادي الأهلي ومع النادي الإسماعيلي حتى لو ما كانتش يعني ممتدة أو طويلة خلال الفترات اللي فاتت، ويمكن نادي الإسماعيلي افتقد خدمات صالح جمعة خلال الموسم اللي فات وهو أكتر لاعب عارف الكلام ده، وبلاش نتكلم في تفاصيل. نادي الإسماعيلي اتأثر بعدم وجود لاعب من لاعبته الأساسيين زي صالح جمعة لأنه لاعب اختار ده، اختار ده ليه وللنادي. عشان كده انا مش هتكلم على اي حاجه خالص وهتوقف عند اخر سطر في تصريحاته هو الراجل قالها، بيقول انتظروا صالح خلال الموسم القادم بشكل جديد مع النادي الاسماعيلي. والحقيقه ان كل جماهير الكره المصريه بتتمنى ده من لاعب عنده امكانيات وعنده مهارات ولسه صغير في السن ولسه عنده كتير. عايز بقى او مش عايز الحقيقة دي بترجع للعب نفسه، وبنتمنى لكل اللعيبة كل التوفيق. عاوز اروح لموضوع هياخد مننا كلام كتير الفترة اللي جاية وهو الميركاتو اللي جاي. لكن الميركاتو اللي جاي مش ميركاتو الكرة المصرية فقط، لا، في ميركاتو قوي 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 في اوروبا. عارفين طبعا ان الموسم في الدوريات الاوروبية انتهى في شهر مايو وبداية شهر يونيو، وكل الأندية بدأت في تجهيز صفقات الموسم الجديد ومين اللعيبة اللي هيشاركوا
ومين اللعيبه اللي هيكملوا ومين اللي هيطلع اعاره ومين المراكز اللي محتاجها كل مدرب. علشان كده حابه اقول سريعا معاكم ابرز الاسماء او الصفقات اللي تمت في الميركاتو الصيفي في اوروبا لغايه دلوقتي. نبتدي بنادي ليفربول واللي محترف فيه نجمنا العالمي محمد صلاح، تعاقد مع اتنين لعيبه مميزين جدا. الاول كان ماك اليستر من برايتون، الصفقه بلغت حوالي 42 مليون يورو. طبعا ماك اليستر اتالق في الموسم اللي فات مع برايتون اللي انهى الموسم في المركز السادس وشكل حضور مميز جدا في البريمير ليج. اللاعب الثاني هو دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج الالماني، وتكاليف الصفقه وصلت ل 70 مليون يورو. ونفس الامر ظهر سوبوسلاي بشكل مميز في البونز ليجا. ولسه مكملين معاكم في الدوري الانجليزي، وعاوزه اتكلم على تعاقدات مانشستر يونايتد اللي عنده بصراحه رغبه كبيره جدا ان هو يرجع للمنافسه بشكل اكبر الموسم اللي جاي مع مدربه تين هاك. ضم من تشيلسي النجم الكبير ميسون ماونت مقابل 64 مليون يورو، وكمان ضم الحارس المميز جدا الكاميروني اندريا اونانا من انتر ميلان مقابل 52 مليون يورو. وشفنا كلنا اندريا اونانا مع انتر ميلان الموسم اللي فات واللي وصل فيه لنهائي دوري ابطال اوروبا. طيب ده مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي لغايه دلوقتي ضم لاعب واحد وهو النجم ماتيو كوفازيتش مقابل 30 مليون يورو، ولسه جوارديولا عنده أسماء تاني بالتأكيد هيضمها لقائمة الفريق، خصوصا بعد رحيل نجم فريقه ألكاي جاندوجان لبرشلونة. توتنهام بيحضر إيه؟ توتنهام ضم أكتر من لاعب لكن أبرزهم على الإطلاق طبعا هو نجم ليستر سيتي جيمس ميدسون مقابل 46 مليون يورو. نادي نيوكاسل عمل صفقة قوية جدا بضمه نجم ميلان الإيطالي أليساندرو تونالي مقابل 64 مليون يورو، ودي أكبر صفقة انتقال في تاريخ ميلان على فكرة بعد صفقة كاكا عام 2009 لريال مدريد. طيب نادي تشيلسي استغنى عن عدد كبير من لاعبته، ضم أكتر من صفقة أبرزها كريستوفر نكونكو نجم وهداف لايبزيج الألماني مقابل 60 مليون يورو. ده بالنسبة للدوري الإنجليزي. الدوري الإسباني ونادي ريال مدريد اللي عمل ميركاتو مميز لغاية دلوقتي، واضح إنه رئيس النادي بيريز عنده استراتيجية مع المدرب أنشيلوتي في النزول بأعمار اللعيبة في الفريق، وضم نجم الدوري الألماني ونجم بروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا جود بيلينغهام مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وضم كمان من رايو فاليكانو فاران غارسيا مقابل 5 مليون يورو. طيب ده ريال مدريد. برشلونة عمل إيه؟ برشلونة اللي عاوز بالتأكيد يحافظ على لقبه الغالي واللي حققه الموسم اللي فات، ضم النجم الكبير ألكاي جاندوجان من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر. نادي أتلتيكو مدريد واللي بقى بينافس بقوة أنهى ضم نجمه أنتوان غريزمان من برشلونة بشكل نهائي مقابل 20 مليون يورو، وضم أيضا المدافع الإسباني المخضرم سيزار من نادي تشيلسي في صفقة انتقال حر. من إيطاليا نروح مع حضراتكم أيضا نادي يوفنتوس اللي بعيد تماما عن الفوز بالدوري الإيطالي بقاله 3 مواسم، ضم مويس كين من إيفرتون مقابل 30 مليون يورو، وضم كمان تيموتي وايا نجل رئيس ليبيريا جورج وايا من نادي ليل الفرنسي مقابل 11 مليون يورو. طيب نادي ميلان ضم أكثر من لاعب أبرزها لوكا روميرو من لاتسيو في صفقة انتقال حر، ونادي روما ضم حسام عوار
في صفقة انتقال حر من نادي ليون الفرنسي. وأخيرا في فرنسا نادي باريس سان جيرمان نجح في ضم أكثر من لاعب مميز أبرزهم نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو في صفقة انتقال حر، ولوكس هرنانديز من البايرن مقابل 45 مليون يورو. وطبعا عارفين أنه ميسي رحل عن باريس لنادي إنتر ميامي الأمريكي. دي كانت أبرز الأسماء اللي تم حسم انتقالها الأندية الأوروبية في الميركاتو الحالي، وأكيد لسه ما زال في كلام كتير في الميركاتو الأوروبي، واللي بدأ قوي جدا 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 أكيد هينتهي بمفاجآت أقوى، وخلونا نتابع معاكم خلال الأيام القادمة. هروح معاكم للتوقيت اللي بنتظركم تتفاعلوا معايا فيه في فقرة اللعبة. سؤالي لكم النهاردة، رأيكم ما هي أفضل صفقة تمت في الدوريات الأوروبية حتى هذه اللحظة؟ منتظركم تتفاعلوا معي على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بينا، وطبعا في آخر الحلقة بستعرض معكم أبرز التعليقات. مشاهدينا فاصل قصير، نرجع نستكمل معكم باقي فقرتنا في صباح أون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة On Fire News. نبتدي مع حضراتكم بأول أخبارنا من أخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك، ونبدأ أخبار نادي الزمالك من عند عمرو السيسي لاعب خط وسط الفريق، واللي تلقى خلال الأيام القليلة الماضية عدة عروض من أندية في الدوري العام عن طريق بعض وكلاء اللعيبة، منهم عرض من نادي سموحة لضمه لصفوف الفريق السكندري في الفترة المقبلة. أكد وكلاء اللعيبة لعمرو السيسي أن مسؤولي سموحة متمسكين بالتعاقد معاه، وأن الفريق السكندري في احتياج ليه، وأنه هيحصل على فرصته الكاملة وهيشارك في المباريات بشكل أساسي، ومستنيين مسؤولي الزمالك موقف أسوريو من اللاعب، وده عقب انتهاء البطولة العربية، حيث رفض مسؤولي نادي الزمالك مناقشة أي عروض في التوقيت الحالي بسبب تركيز اللعيبة جميعا في البطولة العربية. من عند عمرو السيسي نروح لمحمود شبانه مدافع نادي الزمالك، واللي بيفاضل حاليا ما بين ثلاث عروض تلقاهم في الفتره الاخيره من انديه البنك الاهلي وفاركو والمصري بورسعيدي، وبيسعى اللاعب انه اختيار العرض المناسب ليه يكون هو الافضل. كان اسوري المدير الفني للزمالك ابلغ مجلس الاداره انه ليس في احتياج للاعب، وانه خارج حساباته في الفتره القادمه، ومنح الاداره الضوء الاخضر لرحيله من النادي. بيذكر ان اسوري كان قد استبعد محمود شبانه من قائمه الفريق الموجوده حاليا في السعوديه اللي هتشارك في البطولة العربية، وهيبدأ نادي الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري ثم الشباب السعودي والمباراة الثالثة مع النصر السعودي. لسه مكملين مع نادي الزمالك، ونروح لخبر تاني، والمرة دي بيتعلق بمحمد صبحي حارس مرمى الفريق. استقال مجلس الإدارة على تجديد عقد الحارس بعد عودة الفريق من المشاركة في البطولة العربية في السعودية، وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عبد الواحد السيد هيعقد جلسة خاصة مع محمد صبحي بعد انتهاء البطولة العربية، هيتم خلالها الاتفاق على كل الأمور المالية الخاصة بتجديد عقده مع الفريق. وعلى الرغم من أنه عقد الحارس هينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن الإدارة بترى ضرورة تجديد عقد اللاعب خلال هذه الأيام وعدم الانتظار حتى الموسم المقبل. أروح معاكم لخبر تاني، وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة إخوان كارلوس أسوريو على إعداد تقارير خاصة عن الفرق اللي هتواجه نادي الزمالك في مجموعته في البطولة العربية اللي هتنطلق طبعا خلال أيام قليلة. هتضم مجموعة نادي الزمالك في البطولة كل من الاتحاد المنستيري التونسي، الشباب والنصر السعوديين. طلب أعضاء الجهاز المعاون من أسوريو ضرورة تعديل طريقة لعب الفريق واللي أدى بها خلال المباريات الأخيرة من الدوري المصري. تحدث أعضاء الجهاز المعاون مع أسوريو على أنه الطريقة اللي هيلعب بيها هتفتح مساحات كبيرة جدا في خط الدفاع، وهو ده اللي هيسهل من مهمة أي فريق في الوصول سريعا لمرمى نادي الزمالك، كما أن الفرق اللي هتواجه الزمالك عندها لعيبة على مستوى عالي. من جانبه تمسك أسوريو بنفس الطريقة اللي هيلعب بيها مؤكدا للجهاز المعاون ليه أنه اللعيبة استوعبوا طريقة اللعب تماما في الفترة الماضية. ومن اخبار نادي الزمالك القلعه البيضاء نروح لاخبار القلعه الحمراء النادي الاهلي، ونبدا باخبار الاهلي انه اكد مصدر بنادي فيوتشر انه النادي الاهلي رفض عرض اللي ب 45 مليون جنيه من اجل الحصول على خدمات محمد رضا بوبو في الميركاتو الصيفي الماضي، في ظل تمسك نادي فيوتشر بالحصول على 60 مليون جنيه. كمان اضاف المصدر انه نادي بيراميدز دخل في مفاوضات قويه مع فيوتشر من اجل الحصول على خدمات محمد رضا بوبو اللي رصدت اداره بيراميدز
50 مليون جنيه علشان يضموا اللاعب. كمان تابع المصدر محمد رضا بوبو بيتمسك بالانضمام للأهلي، وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة ناديه بعدما دخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع اللاعب. ونروح لخبر تاني، واعلن النادي الاهلي عن عقد اجتماع للجنة التخطيط بالنادي ظهر يوم الثلاثاء لمناقشه عدد من الامور الخاصه بقطاع الكره، وايضا مناقشه احداث مباراه الفريق امام بيراميدز. نشر الاهلي بيان رسمي اعلن فيه في اجتماع مسؤولي الكره سيتضمن مناقشه احداث مباراه بيراميدز الاخيره. وايضا النادي الاهلي بينظم النادي الاهلي رحلات مجانيه لجماهيره، هيتوجهوا لمدينه الاسكندريه، وده لحضور ودعم الفريق في مبارياته المقبله امام المصري بورسعيدي، واللي هتكون في ختام بطوله الدوري. رغم ان النادي الاهلي اتوج خلاص باللقب، ولكن الواضح انه في قرار من مجلس الاداره باستمرار دعم اللعيبه حتى نهايه البطوله، خاصه ان مباراه المصري بتعد من المباريات الجماهيريه القويه. ومن أخبار الميركاتو، مسؤول الأهلي استقروا على فكرة تجميد البت الرسمي في رحيل علي لطفي الفترة الحالية، وربطوا الموافقة من عدمها برحيل محمد الشناوي، بالتالي حالة رحيل الشناوي رسميا هيكون من الصعوبة التفريط في علي لطفي. أما في حال عدم وصول أي عرض رسمي يخص احتراف الشناوي، هيكون رحيل علي لطفي هو الأولوية، وخاصة عرض نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري. كشف مصدر بنادي الاتحاد السكندري تفاصيل فشل المفاوضات مع المغربي حمزة الكراكي مدافع نهضة بركان المغربي، واللي وقع على عقود انتقاله لفريق الوداد بعدما كان مسؤوله سيد البلد قد أنهوا كافة إجراءات وصول اللاعب للقاهرة للخضوع للكشف الطبي والتوقيع الرسمي. وقال المصدر أن مسؤولي الاتحاد السكندري حجزوا تذاكر الطيران اللاعب المغربي حمزة الركراكي، وكان من المفترض أنه يصل القاهرة في 7 صباح أمس الاثنين حسب اتفاقه مع مسؤولي الاتحاد السكندري. أوضح المصدر أن مسؤولي الاتحاد اتفاجئوا برسالة من اللاعب في 4 فجر أمس بيبلغهم فيها بعدم الوصول إلى القاهرة لظروف خاصة، مشيرا إلى أن مسؤولي الاتحاد السكندري لم يلتفتوا إلى الرسالة وذهبوا إلى المطار في الموعد المحدد لوصول اللاعب، خوفا من بعض الأنباء التي ترددت بأن هناك أندية مصرية تتفاوض معه. مشاهدينا لسه مستكملين معاكم باقي فقراتنا، فاصل قصير بعدها نستقبل ضيفنا اللي منورنا النهارده كابتن تامر صقر لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق ومحلل شبكة قنوات اون تايم سبورتس. انتظرونا بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا ومنورنا دلوقتي ضيفنا الكابتن تامر صقر لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق. بنرحب بحضرتك كابتن تامر، صباح الفل عليك. صباح الفل يا فاروح، اخبارك ايه؟ اهلا بيك منورنا، والحمد لله على سلامتك طبعا. الله يسلمك، من العالمين. العالمين ودايما بنسعد عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس، والحقيقة ان حضرتك منورنا النهارده في الاستوديو. نتكلم على الاحداث الرياضية القادمة، متبقي لينا مباراة واحدة ان شاء الله في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مباراة تجمع النادي الأهلي مع فريق مصري بورسعيدي. تعليقك إيه على المباراة دي، خصوصا أنه النادي الأهلي ومجلس إدارته بيستعد بقوة، هيكون إن شاء الله في أتوبيسات هتنقل الجماهير علشان في إصرار أن يكون في دعم جماهيري للنادي الأهلي حتى اللحظات الأخيرة. بص، يا آخر مباراة في الدوري المفروض يعني ما يبقاش ليها، يعني خلاص الأهلي كسب الدوري ومصري مركز سادس، ولكن الاحداث اللي حصلت للفريقين قبل الاسبوع ده هي اللي مخلي المباراه ليها طابع خاص. الاهلي طبعا خسارته من بيراميدز بنتيجه كبيره اللي هي 3-0، مباراه ما لهاش اهميه قوي، ولكن في الاخر انت بتلعبي منافس، وكان الاهلي عايز يخلص الدوري بلا هزيمه، ولكن مباراه اكيد باحداثها اثرت على لعيبه الاهلي، هيبقى عايزين يصالحوا الجمهور في اخر مباراه في الدوري ان هم يكسبوا. نفس الوضع المصري، كان جماهير المصري بورسعيد طبعا تامل ان ياخدوا بطوله الرابطه، ولكن خسروا من سيراميكا في الفاينل 4-1، فطبعا هتلاقي برضو معنويات اللعيبه يعني مش في احسن حال. فاعتقد المباراه اللي هي زي ما بنقول الجارحين من اخر مباراه، اللي هو كل فرقه عايز يعوض النتيجه السلبيه اللي عملها في خلال الاسبوع ده. طيب لو كلمت معاك على مباراة المصري البورسعيدي ايضا من احنا تطرقنا ليها وسيراميكا كليوباترا في رابطة الكاس الرابطة او رابطة الاندية، تعليق حضرتك ايه على المباراة؟ هل كنت تتوقع النتيجة الكبيرة دي؟ لا، كنتش اتوقع، لان يعني كنا لسه حتى في اخر استوديو كان لينا في مباراة المصري قعدنا نتكلم ان ازاي جمهور بورسعيد مستني البطولة دي بصورة صحيح. كبيرة، وانه بقى لهم 10 ايام اللي هو حاطين اعلام فريق المصري في البلكونات، وكانوا عايزين يبقوا تاني بطولة ليهم في تاريخ
تاريخهم. انت عارفه ان المصري واخد بطوله كاس مصر بس اعتقد في اوائل الالفينات. سيراميكا برضو بيلعبوا فرقه هدفها تبقى زي فيوتشر ثلاث سنين، اعتقد بقى لهم سنتين او ثلاثه في اول بطوله ليهم في تاريخهم، فاعتقد ده انجاز كبير لسيراميكا ان فرقه يبقى بقى لها سنتين ثلاثه، في فرق كتير قوي بقى لها سنين في الدوري ما خدوش بطوله دلوقتي. فكان في دوافع كبيره عند الفرقتين، ولكن انا شايف ان الضغط على لاعبي المصري كان اكبر، يعني كان بيفكروا في المباراه بدري قوي. حتى هم كانوا بيلعبوا ماتشات الدوري كان تحس ان اللعيبه مشدوده. اعتقد ان حمل اعتقد الانديه الجماهيريه بتبقى كده يا كابتن. طبعا بيبقى ضغط، عشان كده لازم تفصلي، ما ينفعش تركزي في الماتش قبلها بفتره كبيره جدا. يمكن قبلها بيوم يومين اللعيبه تركز في الماتش في الفرقه اللي هتلاعبها، ولكن انت تقعدي تفكري في المباراه قبلها بفتره كبيره اعتقد ده بيبقى ضغط كبير جدا على اللاعبين. فالمصري بقول لك من كتر الضغط اللي اتحط ومن كتر ما معظم كمان الجمهور كان رايح على اساس ان هو رايح يحتفل. فده اثر طبعا الاحداث بتاعت المباراه، ان في الاول محمد عنتر جيب جون وبعد كده صلاح محسن، فاكيد النتيجه اثرت على فريق مصر ان هو يحاول يرجع تاني. في الاخر طبعا النتيجه ممكن تبقى كبيره، ان انت في الاخر لما يبقى فارق جونين وفاضل 10 دقائق بتحاولي تعوضي وتفتحي خطوطك عشان تلحقي تعوضي، فممكن بصوره كبيره جدا بيدخل فيكي هدف ثالث وهدف رابع. شفنا طبعا الهدف التاريخي بتاع محمد شكري، هدف الثالث صحيح الضربه الحره، هدف يمكن اجمل اهداف الموسم. طبعا يعني في الاخر اقول مبروك لسيراميكا اول بطوله، واقول للمصري وجمهور بورسعيد المصري فريق قوي وقادر ان هو السنين الجايه ان هو يقدر يحصل على كاس مصر او على كاس رابطه. يعني ما اقدرش اقول الدوري ان الدوري صعب قوي على سواء للفرق الثانيه، لان العدد مباريات بتخلي ان صعب ان فرق ما خدتش الدوري قبل كده تاخده، ولكن بطولة الرابطة ادت فرصة ان السنة اللي فاتت فيوتشر أول بطولة ليه، سيراميكا السنة دي أول بطولة ليه، فأعتقد ان بطولة الرابطة هتخلينا زي ما كنا بنقعد نسأل ليه ما بنشوفش أبطال جديدة، البطولة دي هتخلينا نشوف أبطال والحافز بقى أقوى فيها. طبعًا احنا السنة اللي فاتت كان الناس مش مهتمة بيها قوي عشان جت وقت كأس العالم وفي فترة التوقف. السنة دي لا، كل الفرق من أول مباراة، يمكن النظام اتغير شوية بقى نظام الكأس مش نظام المجموعة، ولكن الفرق كلها من أول مباراة السنة دي مهتمة إنها تاخد البطولة. لا، وفكرة إنها بتسمح للأندية الصغيرة زي ما حضرتك بتقول إن هي تاخد بطولات وإنها تفتح نفسهم زي ما بنقول كده، في ظل إنه بعض الأندية الكبيرة ممكن برضو بتنسحب، يعني النادي الأهلي انسحب من البطولة السنة دي، فأعتقد ده بيفتح المجال، أو إحنا ما نتمناش نشوف الانسحابات دي مرة تانية، ولكن ده بيفتح المجال أمام الكثير من الأندية إن هي تاخد الفرصة. بعدين حصولك على بطولة كمان بقى دلوقتي بيوديكي بطولة تانية، يعني بطل رابطة بقى هيلعب في النخبة أو السوبر اللي هي اللي هتتعمل ما بين أربع فرق، فاعتقد انها بطوله بقت مهمه، وكل فرق من يعني من السنه الجايه كان هيبقى فيه اهتمام بيها اكبر، وهيبقى يعني حتى الاهلي والزمالك اعتقد انهم مركزين ان هم يركزوا فيها اكتر بدل اللعب بالبدلاء. صح. والسيناريوز اللي احنا كنا بنشوفها خلال الفترات اللي فاتت. صح. طيب هرجع مع حضرتك ورا شويه للمباراه اللي كنت بتتكلم عليها، مباراه النادي الاهلي وبيراميدز. حضرتك بتقول يمكن يكون هو ده اللي عامل ضغط كبير داخل النادي الاهلي خلال المباراه القادمه امام فريق المصري بورسعيدي، وهيكون طبعا في دعم جماهيري كبير من خلال مجلس الاداره والجماهير اللي هتسافر او هتنتقل لهناك. حابه اعرف منك تعليقك ايه على كل ما تم في المباراه، وايضا البيان اللي كنت بتحدث عنه في بدايه الحلقه بخصوص حسين الشحات اللاعب، طلع بيان اعتذر فيه رسميا للشيبي، اعتذر فيه لمجلس الاداره لزمايله لكل المسؤولين، وهو يتحمل العقوبه اللي تم توقيعها عليه. تعليق حضرتك ايه على البيان؟ بص، هي حاجة جيدة طبعا حسين شحات يعرف. بص، احنا مش ملايكة، اكيد كلنا بنغلط، واكيد ان في لعيب، وده الفرق بقى من اللعيب اللي هو المحترف اللي بيقدر يمسك اعصابه في جميع المواقف، وفي لعيبة ما بتقدرش تستحمل. اعتقد حسين شحات يمكن ما شفناش منه المواضيع دي كتير، يعني يمكن حصل كذا واقعة كده خفيفة، ولكن كواقعة اللي احنا شفناها طبعا ما شفناش في الاحداث المباراة، كنا شفناها بعد كده في السوشيال ميديا والفيسبوك الفيديو اللي نزل. يعني اعتقد تصرف خاطئ، واكيد هو ندمان عليه. انا بس انا تعليقي مش على موضوع حسين شحاته، يعني انا عايز اعلق على العقوبه بتاعه الرابطه. انا يعني عايز ننسى احداث خالص ان حسين شحات او اي لعيب، ما ينفعش يبقى لعيب شفنا الواقعه دي يبقى في اساءه بالفاظ او سب مع
تعدي وفي الاخر نقول ماتشين. انت في الاخر كده بتساوي اللعيب اللي بتطرد في المباراه العاديه بطرد كارت احمر مباشر، اللي هو حتى لو واحد اخر واحد في الملعب ولا كوره خطره تدي له كارت احمر، ده بياخد ماتشين. فمش طبيعي الموقف اللي احنا شفناه ده يبقى ماتشين. فيعني اتمنى يعني بعد كده عرفت انها في اللائحه، اتمنى من الاول ما ينفعش يتحط في موقف. انا يعني في الدوري الانجليزي يا فرح، يعني انا كنت قريت كده واقعا ان اي تصرف غير مسؤول مع اي حد غير الحكم بيبقى ماتشين، بس الحكم بيبقى بتوصل اقل حاجه 8 ماتشات. انا بشوف ان اي تصرف مع اي حاجه في الاوساط، احنا كان في لعيب في فولهام راس حربه السنه اللي فاتت تعدى على واحد من الجمهور، واحد اخد 12 ماتش بعدها على طول، لان فكره ان احنا نشوف خناقات وضرب والحاجات دي، السلوك ده لازم يبقى فيه، التصرف ده لازم يبقى عقابه رادع. يعني انا ما بتكلمش على موضوع حسين شحات، انا بتكلم على اي لاعب، يبقى اللعيب اللي عارف ان التصرف ده ما يعملوش تاني. لان لما انا هبقى عارف ان انا ممكن اضرب لعيب تاني بالقلم واخد ماتشين، الموضوع هيبقى عادي بالنسبه لي، ممكن اعمله. ولكن لما ابقى عارف ان الواقعه دي ممكن تخليني اتشطب او تخليني اتوقف سنه، بيأثر على وجودي في الموسم. وبعدين احنا لو بصينا معظم الدوريات اللي فيها دلوقتي التزام قوي هي اللي شددت العقوبه. في السعوديه في لعيبه دوليه ولعيبه بتلعب في المنتخب السعودي بتشطبوا وبتوقفوا بالسنه بسبب يعني وقع اقل من كده. فاتمنى ان كل العقاب يبقى على قد ان العقوبات تكون رادعه، علشان يكون في على تصرفات اللي هي اللي احنا ما ينفعش نشوفها في الملاعب. لان احنا بنتكلم في وسط رياضي، احنا المفروض نتعلم فكره ان في روح رياضيه، وان الرياضه دي بتعلمنا يبقى في روح رياضيه، بتعلمنا ازاي يبقى في ثقافه الفوز والهزيمه، ازاي لما نكسب ما نفرحش قوي وما نقعدش نتريق على الفرقه اللي قدامها، ازاي لما نتغلب ما نقعدش نتحجب، هيبقى عندنا ثقافه ان الكوره كده ما فيش حد هيكسب على طول يا فرح، ما حدش هيخسر على طول. فاتمنى ان في مصر الجمهور واللاعبين يبقوا عارفين انها في الاخر 90 دقيقه انت ممكن تبقى موفق فيهم وتكسب، ممكن ما تبقاش موفق وتخسر. نسلم على بعض الماتش، احنا بنشوف احداث في الدوريات بره، اللعيبه بتموت بعض في وسط واثناء المباراه، واول ما الماتش يخلص تلاقي اثنين مدربين او اللعيبه كلها اللي هم كانوا بيتخانقوا بيسلموا على بعض. فنفسي يبقى دي موجوده في الرياضه، دي هتفرق معانا جدا وهتقلل فكره التعصب الموجوده عند الجماهير. بنشوف ده من راموس كتير. من رامز مين؟ راموس. راموس سمعتها راموس. طبعا يعني بنشوف لعيبه كتيره قوي، يعني بنشوف فكره ان انا اكون بلعب بعنف وبعد كده في الاخر بعد المباراه روح رياضيه. لا عادي، في هو دي نرفزة ملعب. لما اقول نرفزة ملعب بتحصل اثناء المباراه، بس ما ينفعش اقول نرفزة ملعب بعد ما المباراه تخلص والناس بتسلم على بعض ان انا اروح اضرب حد اقول دي نرفزة ملعب. فانا انا طبعا اتمنى ان حسين شحات يتعلم من غلطه، اتمنى ان الرابطه ولجنه المسابقات تبقى العقوبه تبقى يعني مش لازم اكبر، بس العقوبه لازم تدرس، لازم يبقى كل تصرف على يعني كل عقاب على اعاده النظر في العقوبات وفي القوانين الرادعه مره ثانيه. طب انتقل مع حضرتك للخساره اللي تعرض ليها النادي الاهلي، هل ممكن تاثر على النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ولا نقول عليها صفحه واتقفلت بالنسبه للعيب؟ لا اعتقد صفحه واتقفلت. يعني التاثير ده لما يكون لسه بينافس على الدوري وهزيمه وفرقه ثانيه سابقاه فيتاثر، لا انت بتتكلمي خلاص فاضل الماتش. هو بيقول لك كانت فكره بس ان هو ياخد دوري كولر بدون هزيمه، هو دي اول هزيمه ليه محليه، ومن ساعه ما مسك الاهلي ما خسرش ولا في السوبر ولا في الكاس ولا في الدوري. فاعتقد احساس اول هزيمه ده هو اللي مخلي الفريق الاهلي متضايق. ولكن انا شايف ان اكيد مش هتاثر، فاضل مباراه المصري بعد كده هياخدوا راحه، ما اعرفش ماتش الداخليه هيتلعب ولا في الكاس. فمع التدعيمات الجديده لا الموضوع هيبقى مختلف تماما. عايز اروح معاك للاعب من اللعيبه المتالقين، ولكن برضو بقينا نشوف ليه حماس زائد في بعض المباريات، وشفنا برضو اكتر من موقف خلال المباراه، منهم محمد عبد المنعم. تعليق حضرتك ايه على محمد عبد المنعم وعلى ادائه في الموسم ده مع النادي الاهلي؟ مدافع احسن يعني حاليا مستوى احسن مدافع في مصر، يعيبه يمكن معظم الناس بتتكلم في الموضوع انه يعيبه العصبيه والنرفزه، وساعات بيبقى خناقات بدون اي لازمه بيطلعوا من تركيزه او من اجواء المباراه حتى مع المنتخب. اه
فاعتقد ان لازم يشتغل على نفسه، ان هو يمسك اعصابه ما يبقاش، لان انا بشوفه ساعات بيتخانق في حاجات هايفه، يعني في مواضيع بيبقى اشتباكات ما بين اللعيبه، شد وجذب ساعات بيبقى بس الاقي حاجات يعني على طول متعصب كره مع المنافس، ما حتى مع زملائه، انا شفته يا كذا مره بيبقى في شد ما بينه وبين ياسر ابراهيم او الشناوي، فهو عايز يهدى اكتر من كده لان لسه صغير، ولازم يفهم ان الحاجات اللي بتحصل دي ما ينفعش ولا تحصل في الاهلي ولا في منتخب مصر، وبعدين ممكن يبقى لعيب محترف برضو يبقى عارف ان هو يمسك اعصابه ازاي. فمحمد منعم لازم يعيد نفسه في فكره العصبيه ازاي. ده كنت بتكلم في بدايه كلامي عن لعيبه النادي الاهلي، منهم اللي خلاص يعني حجز مكانه اساسي داخل النادي الاهلي، منهم علي معلول، في كلام ان هو ممكن من خلال تقارير تونسيه ان هو يرحل عن النادي الاهلي. تعليقك ايه؟ لاعب بقاله 7 سنوات محقق انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي، هل النادي الاهلي ممكن يجد البديل الامثل مكان علي معلول اذا رحل عن النادي الاهلي الموسم ده؟ ممكن طبعا يوجد بديل، ولكن علي معلول من يعني اسم كبير بقاله زي ما انت بتقولي من 2016 يعني 7 سنين بيعمل انجازات وبطولات كتيره جدا، جمهور الاهلي بيحبه جدا ومعتبره ان هو لعيب محلي، لعيب مصري مش لعيب تونسي. اعتقد ان هو لو مشي هيبقى تكريم للاهلي، يعني الاهلي بيكرمه ان هو يروح سنه او سنتين برضه، لان دول اخر سنتين اعتقد في مشواره ان هو يروح برضو يبقى عائد مادي يبقى افضل. ولكن مشكله الاهلي ان احنا كنا بنتكلم ان الاهلي محتاج باك ليفت مع علي معلول، فان لو علي معلول مشي انت كده بتدور على لعيب باك ليفت اساسي وكمان بديل لي، لان الناحيه دي مشكله كبيره في الاهلي، مش في الاهلي بس، يمكن في مصر كلها، ان انت هتلاقي باكات ليفت قليلين قوي، فتوح محمد شكري فقليلين قوي المميزين، ف صعب تعويضه جدا. واعتقد ان الاهلي لو ما لقاش البديل السنه دي، لان ما فيش حد يلعب مكانه السنه دي بالذات، اعتقد ان هو هيرفض فكره رحيله. لو انتقلت معاك لمروان عطيه، يعني بعد رحيل حمدي فتحي، مروان عطيه بصراحه من اللعيبه اللي عامل موسم قوي طبعا جدا مع النادي الاهلي، هل ممكن نشوف مروان عطيه بقى خلاص بيثبت اقدامه الموسم القادم ويحافظ على مستواه بل ويكون افضل كمان؟ طبعا ده ثبت اقدامه في منتخب مصر، واخر مباراه ليه في منتخب مصر كان اساسي. لا لعيب مهم جدا، يمكن مباراه بيراميدز اللي فاتت ما كانش في افضل حال، يمكن من اقل مبارياته مع الاهلي، ولكن لعيب حل مشكله كبيره جدا لكولر يا فرح، ان طريقه 4 3 3 دي عايزه 3 لاعبين في وسط ملعب مواصفات معينه. اعتقد ان مركز 6 مروان عطيه اداه بصوره ممتازه، وادى كمان الفرصه لكولر انه يطلع حمدي فتحي، انه حمدي فتحي كان مميز في الزياده العدديه مع المهاجمين وبيعرف يجيب جون، فخلاص بقى كان بدل حمدي فتحي في رقم 6 بقى 8 او 10، فبقى بيفيد الاهلي هجوميا. مروان عطيه معدل الجري كتير قوي، بيقطع كويس قوي، عنده اللونج باس كويسه قوي، عنده شورت باس، بيشوط كويس، فلعيب انا شايفه متكامل، ويمكن الاداء ده اللي يعني تكمله لادائه في الاتحاد، يعني حتى نص السيزون الاولاني قبل ما ينتقل كان مميز جدا، وده السبب اللي كان صراع ما بين الزمالك والاهلي ان هو كان من افضل لعيبه خط الوسط الموجودين في الدوري. فلا اعتقد خلاص هو لعيب صغير، واعتقد ان هو بقى ليه صفه اساسيه سواء في الاهلي او منتخب مصر. كان في كلام داخل النادي الاهلي بانه ممكن اذا جت بعض العروض والقرارات النهائيه برحيل محمد الشناوي للدوري السعودي، ابتدى يجيله عروض بشكل كبير، ممكن ساعتها انه يكون في يعني تراجع في قرار رحيل علي لطفي عن النادي الاهلي. تعليقك ايه؟ وهل شايف انه ده الوقت الانسب اللي الشناوي يرحل فيه عن النادي الاهلي يا كابتن تامر؟ والله يا بص، ما فيش وقت انسب، هو على حسب محمد شنوي الحارس الاساسي لمنتخب مصر والاهلي، فطبيعي ان هو لو مشي هياثر اكيد، يعني اكيد مهما اشدنا بعلي لطفي او مصطفى شوبير اكيد مش نفس مستوى شناوي. يعني اعتقد ان النصر السعودي اللي عارفه ان هو بيحاول يتفق مع كذا يعني حارس مرمى داخليه هدي، فلو ما يقدرش ان هو يتعاقد معاهم هيبقى اول يعني هيبقى هيفكر في الشناوي بصوره كبيره.
يعني هو ده هيبقى قرار ما بين الاهلي والشناوي، يعني ما بين الاهلي والشناوي يعني قرار اللاعب عايز يحترف في الفتره دي. بس علي لطفي اللي انا سمعته ان هو راح بصوره رسميه خلاص زاد، فصعب ان هو يرجع، فهتضطر ان هو لو مشي ان هو يعني يتعاقد مع حارس مرمى مع مصطفى شوبير وحمزه علاء. طيب لو رحت معاك لعوده المعارين ومدى تاثيرهم على النادي الاهلي خلال الفتره القادمه من اللعيبه المتالقين جدا كريم نيدفيد وايضا صلاح محسن، الحقيقه ان هم مقدمين مواسم رائعه مع انديتهم. شايف من وجهه نظرك يعني صلاح محسن مع سيراميكا وكريم نيدفيد مع فيوتشر، هل الفتره دي هيفيدوا النادي الاهلي في عودتهم؟ بص، هو كريم نيدفيد لعيب كويس جدا بس اصاباته بتبقى كتيره، فمع وجود لعيبه زي اليو ديانج ومروان عطيه هيبقى صعب، يعني لازم يحافظ على ان هو ما يجيلوش اصابات عشان يبقى ليه صفه اساسيه في عشان المكان ده هيبقى صعب جدا. حتى بعد رحيل حمدي فتحي في الاخر بتكلمين في امام عاشور رجع، امام عاشور تعاقدوا معاه في مروان عطيه، في اليو ديانج، في كندوسي، في فخري، في اكرم توفيق ممكن يلعب في المكان ده، في قفشه بيلعب، فعدد كبير جدا. فعشان كده انا شايف ان الموضوع مش هيبقى سهل بالنسبه له، يعني مش سهل ان هو طبعا يعني طبعا ينافس بقوه، يعني هيبقى صعوبه غير صلاح محسن. صلاح محسن بينافس كهربا وممكن يبقى في راس حربه تاني ومعاهم محمد شريف، خصوصا انه ده مش مركز كهربا الاساسي. لا، وكولر طالب صلاح محسن بالاسم، هو شافه وعاجبه فكره صلاح محسن. في ميزه ان هو على طول بيروح على الجون، مميز جدا على المرمى، بيعرف يجيب اجوان كتيره وشفناه في الفتره الاخيره هو هداف سيراميكا. فطريقه كولر ممكن تخلي صلاح محسن لا من اللعيبه الاساسيه كان، يعني ممكن كهربا وشريف لقوا نفسهم احتياطي صلاح محسن بعد رجوعه. طب بما ان حضرتك يا كابتن تامر كنت راس حربه وبنتكلم على كهربا بان هو ده مش مركزه الاساسي، ولكن مقدم اداء وموسم رائع مع النادي الاهلي، على الصعيد الاخر انه ده مركز محمد شريف ومركز صلاح محسن، من وجهه نظر حضرتك المنافسه هتكون شرسه ما بينهم قوي؟ هو كهربا زي محمد شريف، محمد شريف ما كانش مركز محمد شريف، محمد شريف طول عمره كان بيلعب على الاطراف، هو لما راح امبي لما اصبح هداف الدوري في حته راس حربه، فهو زي كهربا برضه فجاه وجدوا له يعني فوظفوه في مكان جديد. ولكن كراس حربه صلاح محسن العكس، صلاح محسن كان راس حربه وبعد كده ابتدى ممكن يلعبوه على الوينج، لما راح سيراميكا وبيلعب مع شادي حسين فكان ساعات بيبقى فيه تبادل، شادي حسين يبقى هو راس حربه يبقى هو الجنب على الوينج او العكس. كميزه راس حربه التحرك والاحراز الاهداف، لا صلاح محسن هيبقى اكتر واحد ممكن يبقى موجود في خطه كولر. كهربا افاد لان كان الفتره دي كان محمد شريف كان بعيد عن مستواه، ما كانش فيه راس حربه، شادي حسين ما كانش بيلعب خالص، فكهربا ظهر وكان كمان بعد فتره الرجوع فكان عايز يتالق علشان يثبت ان هو لعيب كويس، فاعتقد ان الفتره دي كهربا كان مختلف. دلوقتي كهربا مستواه اقل لان خلاص ابتدى يفهم تحركاته، ابتدى وبعدين كهربا مش راس حربه اللي هو صريح، احنا كنا لسه بنتكلم راس حربه التسعه اللي في اوقات لو انت في تكتلات دفاعيه لا كهربا هيوجد صعوبه جدا، هيبقى انت محتاجه راس حربه اللي زي احمد امين اوفا، زي اللي هو رقم تسعه اللي هو صريح، اللي هو زي مصطفى محمد، زي اللي مصطفى محمد بالظبط. ولكن في مباريات كتير قوي لا كهربا بيبقى ايه اللي بينقص شادي حسين يا كابتن تامر عشان نشوفه؟ بص، هو شادي حسين جه يعني ما خدش اولا مع ان بدايته كانت كويسه قوي، يعني انا فاكر اول مباراه ليه في الاسماعيلي كان هو الاهلي كسب 1-0 وكان هو اللي احرز الهدف. هو لعيب كويس بس انا بشوف ان في لعيبه ما تبقاش محظوظه، حسام حسن لعيب كويس جدا وما خدش الفرصه قوي ان هو يثبت نفسه في الاهلي، وبعد كده لما رجع سموحه بان ان راس حربه تالق ورجع لمستواه. حسام حسن مختلف عن اي راس حربه في الاهلي، ده اللي بيقوله رقم تسعه راس حربه الصريح مش موجود في الاهلي. حضرتك شايف انه ما خدش فرصته الكافيه؟ لا ما خدش، لان هو حتى الفرص اللي كان بينزل فيها، يعني فاكر في ماتش الزمالك نزل اول ما نزل جاب جون، في ماتش كتير قوي كان بينزل يتالق بس الوقت اللي كان بياخده كان قليل قوي. صحيح، فانا كنت شايف ان حسام حسن لو كان اخذ وقت اكتر وكان لا ممكن يظهر بصوره افضل. كابتن تامر لسه حديثنا مستمر مع حضرتك، استاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظروا.
عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معاكم فقرتنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة الكابتن تامر صقر نجم نادي الزمالك والأهلي السابق. عودة لحضرتك يا كابتن تامر مرة تانية، وانتقل معاك لنادي الزمالك واشوف منك رأيك ايه في استعدادات نادي الزمالك للبطولة العربية بإذن الله خلال الفترة القادمة. زي ما شفنا أسوري يمكن يكون طبق طريقة لعب جديدة مع اللعيبة وهم مقبلين على بطولة هامة جدا، شايف ازاي ممكن ان هم يطبقوا طريقة اللعب دي خصوصا في ظل تذبذب المستوى خلال الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري؟ لا أنا شايف إنه صعب إنه يفضل يلعب بالطريقة دي. طريقة جيدة لو قدر يوجد اللاعبين اللي يلعبوا بيهم يعني، ولكن الفكرة إن أنت راح تلعبي فرق تقيلة، اتحاد منستيري فرق من الفرق التونسية اللي ظهرت في آخر سنتين بصورة ممتازة، ويعني لا يقل عن ترجي وأفريقي ونجم ساحلي نفس الوضع، بتكلمي في فرقتين من أقوى فرق السعودية سواء الشباب أو النصر، ويمكن حظ الزمالك السيء كمان ان النصر يمكن يلعب اول ماتشين بالرديف بعد كده يجي يلعب كريستيانو رونالدو والفريق الاساسي في مباراه الزمالك. فالزمالك محتاج اول مباراه اولا الفوز هتديله ثقه كبيره جدا، لان الزمالك هيبقى وراه جمهور، الجمهور المصري في السعوديه فرح جمهور كبير جدا وبيبقى وراه اي فرقه بتروح السعوديه، فاعتقد ان الجماهير دي ممكن تخلي اللعيبه تظهر بمستوى افضل من كده. يمكن في الاعارات الزمالك مش هيستفيد بيها كتير قوي، ان محمود علاء مصاب، احمد ايمن منصور رجع برده عنده مشكله اعتقد في التجنين ان هو مش عارف يسافر، ففي كذا لعيب بس اثنين او ثلاث لعيبه من الاعارات اللي ممكن يظهروا في البطوله دي سواء يوسف اوباما او حمدي علاء، اعتقد مين احمد عيد ما اعرفش برده مشكلته اتحلت مع في امبي ولا لا. يعني صعب لو الزمالك ظهر بالصورة اللي ظهر بيها الفترة الأخيرة بالدفاع اللي شايفه مش جيد، يعني الدفاع محتاج دفاع أفضل من كده، إن مشكلة الزمالك إن الكرة معاه ما عندوش مشكلة، بيبقى في بداية هجمة هي مشكلته والكرة مش معاه، لأن أي كرة بتتقطع بتبقى هجمة خطرة. يعني في أوقات كتير قوي بتلاقي الزمالك بيلعب فرق أضعف منه كتير قوي والفرق دي بتهاجمه في كل كرة هجمة خطرة عليها. صحيح. فطريقة ثلاثة دي هتبقى صعبة جدا إن هو يلعب بيها في البطولة العربية، لازم يرجع فتوح كباك ليفت ويلعب بأربعة، يعني إذا ما كانش يلعب خمسة كان يعني ممكن تستفيد بالباك رايت أو باك ليفت في حالة إن أنت تلعب بثلاثة سنتر باك، ولكن الثلاثة سنتر باك اللي بيلعب بيهم دلوقتي هي أسوريو بيبقى منهم باك رايت اللي هو حمزة بسلوسي وباك ليفت اللي هو مثلا حاتم سكر أو فتوح، ودي ما ينفعش، يعني لازم الثلاثة اللي ورا يبقوا الونش مثلا وعبد الغني وحسام عبد المجيد عشان تقدري إن يبقى في تأمين دفاعي جيد، خصوصا إن عندك بقول لك باكين ممكن تستفيدي بيهم سواء فتوح او سيد نمر لو لعب باك رايت او عمر جابر، يعني عندك الباكين ممكن تستفيدي بيهم في خط الوسط اكتر ما هي باكين في الدفاع. يعني الزمالك يمكن الفتره الاخيره تالق زيزو هو اللي مساعد الزمالك شويه، في طبعا بعد تالق مصطفى شلبي كان مساعد زيزو شويه في فريق الزمالك ولكن الاصابه اثرت. يعني بص لعيب المصري ولعيبه الزمالك بالذات مش مضمون، يعني بنقعد نبقى متخوفين من مباريات كتيره قوي وتلاقيهم فجاه تالقوا ويبقى في وقت بتبقوا متالقين والجمهور ضامن النتيجه تلاقيهم خسروا، فاتوقع ان فريق الزمالك هتبقى عايزه تعمل الحاجه دي اخر بطوله. صحيح. ما خدوش السنه دي يعني موسم صفري، فمحتاجين ان هم على الاقل يظهروا بصوره، مش لازم ياخدوا بطوله، ان انا شايف ان الفرق تقيله جدا سواء الهلال او الاتحاد السعودي، تتكلمي في كل الفرق العربيه القويه موجوده في البطوله معظمهم مشاركين بالتيم الاساسي، ف والله لو حتى الزمالك ما قدرش ياخد بطوله بس على الاقل يظهر بصوره جيده يعدي من المجموعه بتاعته، لان انت لو عديتي المجموعه برضه هتبقي عديتي فرقتين تقال معاكي في المجموعه، فاتمنى ان فريق الزمالك يفوق وكل اللعيبه يبقى عارف ان هو بدايه مصالحه للجماهير وبدايه امل بسيط لجمهور الزمالك ان ببعض التدعيمات يبقى منافس او يرجع تاني زي بطل الدوري. طيب زي سنتين. تعليق حضرتك ايه على انه نادي الزمالك ما فعلش بند شراء احمد بالحاج حتى هذه اللحظه؟ لا هو واضح انهم مش عايزينه خلاص، من انا كنت بشوفه لعيب كويس قوي ولكن برضه ما خدش فرصته وجيه في ظروف صعبه، هي ساعات حظ لعيب يا فرح ان انت تيجي تبقي على فرقه فايقه فتظهري امكانياتك، وساعات بتيجي تبقى الفرقه كلها في يعني عندها مستواها في حاله سيئه فعمرك ما تعرفي تظهري بصوره جيده.
فاحمد بلهاجي التايمنج بتاعه لل او التوقيت اللي جه فيه الزمالك كان الزمالك فيه حالته سيئه فما ظهرش بصوره جيده عشان كده ما فعلوش البند الشرقي عشان كده هيرجع اسوان. طيب في لعيبه ممكن خلاص ان هي على رادار الرحيل عن نادي الزمالك زي محمود شبانه وعبد الله جمعه. والله انا مستغرب على عبد الله جمعه. محمود شبانه كان متالق مع سموحه والزمالك رجعه بسبب تالقه مع سموحه، ما اعرفش ايه اللي بيحصل. واضح ان في لاعبين ما بيستحملوش الضغط الجماهير. ان مستغرب جدا ان اللعيب ازاي يبقى متالق بالصوره دي ويجي بتلاقيه اللي هو مستواه نازل بصوره كبيره يعني. فانا شايف ان محمود شبانه خلاص واضح ان الزمالك بيحاول يدعم في الحته دي برجوع محمود علاء وسوريو بيبقى عايز برضو الباك اللي يلعب برجليه الشمال عشان كده جابوا ايمن احمد ايمن منصور. فصعب هيبقى فرصته صعبه قوي انه موجود في الزمالك. عبد الله جمعه بقاله سنتين ثلاثه مش موجود، لعيب كويس قوي وسواء بيلعب باك ليفت سواء بيلعب وينج شمال وينج رايت راجل كان مميز جدا. ما اعرفش نفس فكره اللي كنا بنقوله على صالح جمعه ابتدينا نقوله عبد الله جمعه. انت عندك مميزات كبيره قوي وممكن تبقى موجود في منتخب مصر وانت اللي بتضيع الفرصه بايدك يعني. انا اكيد المشكله عند عبد الله جمعه لان في لعيبه كتير قوي متواجده وبيبعدوا وبيرجعوا تاني، لكن ما اعرفش ايه مشكله عبد الله جمعه ان هو يرجع تاني في ان هو يتراجع مستواه بالشكل لا بصوره كبيره. ده هو بقى لنا سنتين ما شفناش عبد الله جمعه. طيب زيزو من اللعيبه اللي ابتدى يجي لها عروض في الرحيل عن نادي الزمالك، من وجهه نظرك هل شايف انه نادي الزمالك ممكن يفرط في زيزو بعد ما حدث مع امام عاشور، بعد ما حدث مع مصطفى فتحي؟ هل ممكن نادي الزمالك يتعلم من الخطا وما يفرطش في زيزو بسهوله، ولا لا رغبه اللاعب هي اللي هتتحكم اكتر في الموقف؟ هي طبعا بيبقى في الاخر رغبه اللاعب هي اللي بتتحكم، لان انت لو اللعيب مش مستريح عمرك ما هيديلك، فلازم يبقى اللاعب مستريح وهو قاعد في الفرقه. ولكن زيزو مختلف عن اي لعيب في الزمالك يعني. زيزو اعتقد جمهور الزمالك ما تاثرش برحيل اي لاعب، ولكن في حاله رحيل زيزو هيتاثر بصوره كبيره، ان زيزو هو اللي شايل الفرقه دلوقتي وهو اللي ممكن تبني عليه فرقه. لو انت عايزه فرقه تنافس ما ينفعش تمشي احسن لعيبه عندك وفي الاخر تيجي تبني فرقه جديده، لازم يبقى عندك ثلاث اربع لاعبين قوام اساسي فاهم، او خمس لاعبين وتبتدي تبني عليهم. ولكن انت تمشي احسن اربع خمس لاعبين عندك وبعد كده تفكري تجيبي لعيبه ثانيه، لا عمرك ما يعني عمر ما الفرقه هترجع ثاني انها تنافس بصوره. احنا شايفين المنافسين الاهلي وبيراميدز بيدعموا بصوره كبيره جدا، وهم ممكن كمان مش محتاجين تدعيم يعني. سواء الاهلي او بيراميدز على السنه اللي فاتت بالسكواد اللي معاهم، لا سكواد قوي جدا. بتخلي من ان الاهلي متعاقد في اربع خمس صفقات لغايه دلوقتي، بيراميدز متعاقد برضو مع يوسف اسامه ويوسف جعفر وفي لعيبه كتيره جدا مميزه. بيراميدز هتدعم السنه جايه بيها عشان طبعا يلعب في بطوله افريقيا ابطال الدوري. فالزمالك لو ما حافظش على النجوم بتاعته ودعم كمان بلعيبه سوبر يعني، الزمالك محتاج على الاقل اربع خمس لعيبه سوبر يلعبوا في التشكيل الاساسي وثلاث اربع لاعبين يبقوا موجودين بدلاء، لان التشكيل ده اللي موجود في الزمالك ثلاثه اربعه بس اللي بيلعبوا اساسيين، الباقي ممكن يبقوا بدلاء جيدين، ولكن صعب ان هم يبقوا موجودين في التشكيل الاساسي. الفريق عايز ينافس على بطولات صح يعني، فعشان كده صعب زيزو الا لو جه رقم ممكن تبني بيه فرق يعني. زيزو انا شايف زيزو الزمالك ما يقدرش يبيعه اقل من 10 مليون يورو مثلا، هو ده الرقم اللي ممكن يخليك معاكي 300 او 400 مليون جنيه تخليك تجيبي لعيبه كويسه وتدعمي بصوره كبيره. ولكن اقل من كده 5 و6 مليون، وانت في الاخر هتبيع زيزو 5 6 عشان تجيبي اثنين لعيبه ممكن اقل من زيزو بكتير قوي ما يعملوش الفرق اللي هيعملوه زيزو. اكيد اكيد. عشان كده انا شايف ان زيزو لا يعني بقى خلاص نجم يمكن الاوحد للفريق بقى، خصوصا بعد يعني اعتزال شيكابالا، فيعني صعب قوي الزمالك يضحي بيه. يضحي بيه. سر تراجع محمد صبحي في مستواه يا كابتن تامر، من وجهه نظرك الكل اشاد بمستواه، ابتدى يلعب على محمد عواد بشكل اساسي خلال الفتره اللي فاتت، في كلام عن التجديد لعقده مع نادي الزمالك، ولكن تراجع مستواه بشكل كبير قوي المباريات اللي فاتت، ايه السبب؟ اسباب كتير، حاله الفرقه كلها وحشه، حاله الخط الدفاع وحش يعني. انا طبعا بحمله اجزاء في اهداف كتير قوي دخلت بسببه، ولكن الحارس المرمى لما بيقعد فتره مش كويس بيبقى الاجواء العامه حاله الفريق نفسها
احنا شايفين، انا لسه قاعد بكلمك ان خط الدفاع من اوحش خطوط الدفاع الزمالك في الفتره دي. يعني داخل فينا، دخل في الزمالك السنه دي بتكلمي في حاجه و30 جون، وده عدد كبير جدا ان يدخل في فريق عايز ينافس. فالزمالك لما اخذ الدوري كان احسن دفاع، الاهلي السنه دي لما اخذ الدوري احسن دفاع. فما فيش فرقه بتاخد بطوله ودفاعها وحش، لازم اقوى خطوط الفرق اللي هي بتاخد بطولات لازم يبقى خط الدفاع. سريعا جدا اسالك على 3 اسئله بخصوص الفرق الاخرى. ايه رايك في تولي القياده الفنيه الكابتن طارق العاشري لفريق الاتحاد السكندري؟ يعني ابن من ابناء النادي، كابتن طارق العاشري عمل يعني سيزون هايل مع فاركو السنه اللي فاتت، مش غريب على فريق الاتحاد. اتمنى بس ان الضغط بتاع الجمهور ان هو يسيبوه يشتغل بصوره جيده، لان هو مدير فني جيد، وكنا بنعيب عليه زمان ان هو بيلعب بطريقه دفاعيه، ولكن انا شايفه اخر سنه لا، يعني معظم الفرق اللي راحها بيروح لها بيهاجم وبيكسب. كسب مباراه الزمالك الدور الاول 3-0 مع فاركو، فيعني كانت نتيجه كبيره. فاعتقد طارق العاشري لا، هيبقى اضافه كبيره للنادي الاتحاد. تعليقك ايه على انتقال الكابتن ايمن الرمادي لفريق سيراميكا كليوباترا؟ والله يعني ان هو يجي قبل البطوله ب3 ايام وياخد بطوله، وسمعت ان في كمان كلام ان هو يرجع تاني الامارات، دي غالبا هتبقى واقع اول مره تحصل ان مدير فني يجي 2 او 3. والحقيقه ان هو نسب كل الشغل بدايه من الكابتن حلمي طولان لما يعني ما يسبقه طبعا بقى من معين الشعباني ومن تولى القياده الفنيه. طبعا اكيد صح. شغل ما ينفعش ان احنا ننكر ان الكابتن حلمي طولان كان ماسك قبلها، فاكيد ده اكتر شيء هو الكابتن ايمن اكد عليه بصراحه. لا انا بتكلم على فكره ان هو مدير فني في 3 ايام يجي ياخد بطوله وممكن يمشي، يبقى يعني ما افتكرش ان حد عملها قبل كده. فلا هو مدير فني جيد، ويمكن يعني كان سيء الحظ مع اسوان في الدور الثاني ان معظم اللعيبه مستواها اقل، وكان ما اعرفش ايه اللي حصل لاسوان المحله في الدور الثاني غير كده، ولكن مقدم يعني كل اللي متابع كوره. تتوقع ليه موسم قوي مع سيراميكا؟ لو استمر اتوقع ان هو هيعمل سيزون. هل حضرتك مع استمرار كابتن ميمي عبد الرازق مع فريق مصيف بورسعيدي؟ انا شايف انه عامل نتائج جيده جدا. احنا كنا بنتكلم في اخر 10 ماتشات المصري ما خسرش، يمكن خسروا بس في اخر ماتش في الدوري والرابطه. لا اعتقد ان هو ممكن يكمل طبعا السيزون الجاي. هي مشكله بس في الموضوع ان هو بيبتدي السيزون بيبقى بان هو بيستنوا على ماتش يخسروه، يعني عشان كده بتلاقي اول 3 4 ماتشات مدربين كتير قوي بيمشوا بسبب ان بيبقى من الاول والله كابتن ميمي هيقعد ولا مش هيقعد، طب لا هنسيبه هيكمل هيبتدي السيزون، فجاه يستنوا في اول هزيمه ويمشي. فعشان كده لو الهدف في استمرار ميمي عبد الرازق لازم يستمر الفني صحيح. لازم يستمر السيزون كامل علشان يتقيم صح، ياخد فتره اعداد مع اللعيبه من البدايه هو نفسه كمدير فني، يقدر يطبق طريقه لعبه، وقت كافي للانسجام ما بينه وبين اللعيبه. صحيح، لان فكره احنا بقى لنا كذا سنه فرح اكتر من 50 مدرب بيتغيروا، فيعني دي نسبه كبيره جدا لا يمكن هتخلي يبقى في ثبات مستوى فرقه. يعني احنا بنتكلم في 3 4 فرق ولا هم اللي كملوا السيزون كامل صحيح. بالمدير الفني اللي ابتدى السيزون يعني. فانا شايف ان اتمنى ان مجالس الاداره تهدى شويه، ما يبقاش الموضوع انفعالي، لازم يبقى عن دراسه. لو انت مش مقتنع مش موضوع هزيمه او فوز، موضوع ان انت ممكن تلاقي نفسك بتكسب مع مدير فني بس انت مش مقتنع او مش ماشي المدير الفني على الخطه اللي ماشي عليها الاداره. فممكن تمشيه. وفي نفس الوقت في فرق مع مدير فني قاعد بيخسر، تلاقي مجلس اداره واثق فيه واثق في ان هو هيكمل وهيظهر بصوره افضل فبيسيبوه. فاتمنى مجلس الاداره ان هي تهدى في موضوع الاستقالات دي شويه. صحيح كابتن تامر، نورتنا، شكرا جزيلا لوجودك معانا، وشكرا جزيلا للحديث عن العديد من الملفات في وقت يمكن مش طويل قوي، لكن اتكلمنا على كل القدم والانديه سواء اذا كان الاهلي او الزمالك وطبعا للانديه الاخرى. تحياتنا ليك ودايما بنسعد بوجودك معانا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم للتوقيت اللي بنستعرض معاكم ابرز اجاباتكم على سؤال اللعبه النهارده. ابرز التعليقات اللي جات لنا كانت كالتالي. احمد عبد الحميد بيقول صباح الورد يا استاذه فرح، صباح الفل. من وجهه نظري افضل صفقه هي انضمام ماوند من تشيلسي لمانشستر يونايتد. محمد ابو الخير بيقول صباح الفل عليك يا فرح، افضل صفقه تمت هي ماك الستر ليفربول، لاعب ذكي مهاري سريع صانع العاب جميل جدا، بيعرف يوزع حلو قوي، تتمزج كده وانت بتتفرج عليه، وفاز بكاس العالم وده
اداله ثقه كبيره. حازم بيقول صباح الخير عليك يا فرح، صباح الفل عليك. افضل صفقه تمت في اوروبا حتى الان هو بيلينغهام الى ريال مدريد، ولو مبابي راح اي نادي هتكون اقوى صفقه، لان مبابي من افضل لاعبي العالم في الوقت الحالي. اسلام اخر تعليق بيقول فيه تونالي لاعب ممتاز واكيد هيفيد نيوكاسل في الدوري ودوري ابطال اوروبا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا ولنهايه تعليقاتنا. يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. اشوفكم باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم، ويومكم خير وسعاده وفرح.